جولة في أهم وأبرز الأخبار الرياضية المحلية والعربية والدولية. المنتخب الأولمبي العراقي يتأهل إلى ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 إثر فوزه بهدفين لهدف على نظيره السعودي خلال المباراة التي جمعتهما في ختام دوري المجموعات. الإمارات تخسر أمام الصين بهدفين لهدف على ملعب استاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عام قطر 2024 وتودع البطولة. الأهلي المصري يستأنف تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الكنغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي بالكونغو. إنتر ميلان يتوج بلقبه الـ20 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه بهدفين لهدف على غريمه ومضيفي ميلان ليوسع فارق النقاط أمام أقرب مطاردي في جدول الترتيب ويتفوق الإنتر الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم بفارق 17 نقطة على ميلان صاحب المركز الثاني قبل 5 جولات من نهاية الدوري الإيطالي. رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يقول أن فريقه قد يطالب إعادة المباراة التي خسرها أمام الريال بثلاث أهداف لهدفين في دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم. المدرب الإيطالي يرشح جود بلينغهام لقيادة إنجلترا للقب يورو 2024. أخيرا يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يقول أنه يتمنى أن يقف الحظ مع فريقه في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز ليفربول على فولهام بثلاثية لهدف وتصدر جدول الترتيب مناصفة مع الأرسنال.